اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من عروس الشاوية من مدينة طات. اذا متابعينا اجدد الترحاب بمتابعينا مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة طات. اهلا وسهلا بكم. إذن متابعينا متابعي قناة شوف تي في أهلا وسهلا بكم على هذا البث المباشر من مدينة طات. من مدينة طات أهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناة شوف تي في مع الحصيلة الوبائية لهذا اليوم. الله يرفع علينا هاد الوباء ان شاء الله يا ربي ويرفع علينا هاد الفيروس اللعين. اذا متابعينا نبداو ان شاء الله مع رصد الحاله الوبائيه لهذا اليوم. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم عن تسجيل 346 حالة من الإصابة المؤكدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإجمالي للمصابين إلى 520,769 حالة إصابة مؤكدة، بينما تم تسجيل عدد الوفيات في 4 حالات ليرتفع بذلك كذلك العدد الإجمالي لضحايا كورونا بالمغرب إلى 9169 حالة. وفيما تم الحمد لله ولله الحمد والشكر تسجيل 360 حالة شفاء بالمملكة المغربية ليرتفع كذلك العدد الإجمالي للمتعافون بالمملكة إلى 508 حالة و 1000 عفوا 508,570 حالة. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تي في رصد الحالة الوبائية للمملكة ونخص بالذكر كذلك الجهة جهة الدار البيضاء سطات وذلك مقسمة كالتالي عفوا متابعينا مقسمة كذلك كالتالي رصد حالات المدن التابعة لجهة الدار البيضاء سطات. إذا متابعينا عندنا كازا أو الدار البيضاء 143 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة، نواصر 15 حالة 0 حالة وفاة، محمدية 6 حالات مؤكدة 0 حالة وفاة، برشيد 3 حالات 0 حالة وفاة، بن سليمان حالتين 0 حالة وفاة، مديونة حالتين وحالة وفاة، سطات حالة وفاة عفوا حالة إصابة وصفر حالة وفاة كذلك. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تي في اللهم آمين، الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي. نصروا صوريني أختي الحصان، أكيد غنرجع نصور لكم الحصان متابعينا، غنصور لكم الرمز باش معروفة به مدينة سطات. وللإشارة نعودوا يعني نلقي عليكم الحصيلة الوبائية لهذا اليوم. إذا متابعينا عندنا يعني حسب مصادر وزارة الصحة تم تسجيل هذا المساء أو لهذا اليوم تم تسجيل 346 حالة إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 520,769 حالة مؤكدة جديدة، بينما تم تسجيل عدد الوفيات في 4 حالات ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات ب 9169 حالة وفاة على صعيد المملكة. فيما تم الحمد لله الحمد والشكر لك يا رب على هذا يعني على الارتفاع الملحوظ في عدد الشفاء أو في حالة المتعافون اللي ارتفع الحمد لله إلى 360 حالة شفاء، فيما يسجل العدد الإجمالي كذلك يرتفع كذلك العدد الإجمالي إلى 508,570 حالة شفاء الحمد لله. يعني كاين عندنا كذلك حالة المتعافون بالمغرب كتزاد، نتمنوا أن تنقص علينا الحالات ديال الإصابة كذلك أو تنعدم حالات الإصابة. جهة الدار البيضاء سطات كذلك تسجل بدورها 176 حالة
176 حالة إصابة مؤكدة و 3 إصابة أو عفوا 3 حالات وفاة. إذا غادي ننتقلوا كذلك إلى تقسيم المدن بجهة الدار البيضاء ستات، اللي غادي نبداو بالدار البيضاء اللي سجلات 143 حالة. اكيد ليلى اكيد غنصور لكم سيد الغليمي، فانا رجعت باش نصور لكم متابعينا، نصور لكم سيد الغليمي ونصور لكم العود او الحصان. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في، غادي نكملوا على ما نوصلوا للسيد الغليمي، غنكمل لكم الحصيله الوبائيه بمدن الجهات الدار البيضاء ستات. الدار البيضاء 143 حاله وحالتي وفاه، نواصل 15 حاله صفر حاله وفاه، محمديه 6 حالات وصفر حاله وفاة، برشيد 3 حالات وصفر حالة وفاة، بن سليمان حالتين وصفر حالة وفاة، مديونة حالتين وحالة وفاة، سطات حالة وصفر حالة وفاة. إذا متابعينا متابعي نعم اي تزري فسيد الغليمي فهو قريب ليك، شي شوفو كاع انت كاع بالمباشر. مرحبا بك معايا بشعيب، مرحبا بك على هذا البث المباشر. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في، بالنسبه للناس اللي معنا خارج يعني خارج مدينه سطات، فهذا هو ضريح سيد الغليمي المعروف بمدينه سطات او المعروفه به مدينه سطات. هذا هو سيد الغليمي، هذا المسجد اللي تابع ليه. اذا هذا مسجد سيد الغليمي اللي احنا عارفينه يعني، اللي داز غادي من جاي من كازا غادي لمراكش كيدوز عليه، واللي دايز من مراكش غادي لكازا اكيد كيدوز عليه. اذا هذه كذلك القصبه الاسماعيليه، القصبة الإسماعيلية متابعينا، هذه ساحة ديال القصبة الإسماعيلية أكيد. مرحبا بالزوار كاملين اللي بغى يجي يزور مدينة سطات، فعندنا الحمد لله حسن الضيافة كسائر مدن المغرب، الحمد لله احنا شعب مضياف بطبعه. إذا متابعينا ولا لا أي تزري هاد الشيء كاين ولا لا؟ إذا متابعينا متابعي قناة شوف تي في، شكرا لكم على تفاعلكم وتواصلكم معنا ومع رمز مدينة سطات كذلك اللي هو الحصان. شكون اللي قال لي الحصان؟ نصرو، نصرو ها الحصان اخويا، ها هو. نحن دائما تحت طلبكم، تحت يعني الرغبة ديالكم اكيد اللي امرتونا بها، فاحنا كنلبيوها. اذا متابعينا هذا هو المدار الرئيسي لمدينة سطات، هذا هو العود. إذا نحن بغينا نخربوا أكثر وأكثر بالتوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية. شكرا ليك نصر أخي، شكرا ليك وبالتوفيق أكيد لجميع المتتبعين ديالنا، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تي في، اليوم كانت الحصيلة الوبائية لهذا اليوم. إذا غادي ناخذوا نديروا واحد المراجعة خفيفة بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا ليك أخي نصر، غنديروا واحد المراجعة خفيفة على الحصيلة الوبائية لهذا اليوم، وغادي باش نديروا الختام لهذا البث المباشر. إذا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 346 حالة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإجمالي للمصابين إلى 520769 حالة، بينما تم تسجيل عدد الوفيات في 4 حالات، ليرتفع كذلك العدد الإجمالي لضحايا كورونا بالمغرب إلى 9169 حالة وفاة، بينما ولله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 360 حالة، ليرتفع كذلك العدد الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 508570 حالة حالة شفاء. إذا متابعينا ونمر كذلك إلى رصد الحالة الوبائية لجهة الدار البيضاء سطات، اللي سجلت بدورها 176 حالة وثلاث حالات وفاة، وهي مقسمة كالتالي: الدار البيضاء 143 حالة وحالة إصابة مؤكدة وحالتي وفاة، نواصر
15 حاله وحاله مؤكده وصفر حاله وفاه، المحمديه 6 حالات وصفر حاله وفاه، برشيد 3 حالات وصفر حاله وفاه، بن سليمان حالتين وصفر حاله وفاه، مديونه حالتين وحاله وفاه، سطات حاله وصفر حاله وفاه. اذا متابعينا، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، الله يرجع لينا الحياه لطبيعتها، ومن التخفيف نجيو للرفع التام لحالة الطوارئ. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي، إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر، كنت معي من مدينة ستات أو جولة بالمدينة. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء وشكرا لكم.